قمنا بفتح الأظرفة التقنية في يوم 24 جويلية 2023، وبعد المعاينة والآن بعد شهرين من المعاينة والفحص، الآن قمنا الحمد لله بفتح الأظرفة المالية، وهي مرحلة جد جد مهمة، والآن لن نعلن عن النتائج لأن هناك لجان سوف تقوم بالمعاينة والتقويم، وسنعلن عما قريب عن الإنتاج النتائج النهائية. 74 مشارك في مرحلة فتح الأظرفة التقنية، واليوم après évaluation nous avons retenu 73 soumissionnaires qu'on a ouvert aujourd'hui leurs offres financières qui va nous permettre de d'économiser le gaz naturel et qui va ce gaz naturel on préfère l'exporter à l'international et utiliser des énergies renouvelables. Et en même temps, il va rajouter des puissances dans notre réseau électrique pour justement satisfaire toujours les besoins. La phase تمثل دورا مهما وفاعلا في تنفيذ البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي، والذي يتمثل في إنتاج 15000 ميجاوات بطاقات متجددة. واليوم هذا المشروع 2000 ميجاوات يتمثل في مرحلة أولية الذي يتبع بمشروع 1000 ميجاوات و 3000 ميجاوات فيما بعد. هذا المشروع 2000 ميجاوات يتمثل في إنتاج 15 وحدة، 15 محطة بقدرة إنتاجية تتراوح بين 80 و 220 ميجاوات للمحطة، هي موزعة على 12 ولاية على مستوى الوطن.